في الحقيقة البريد المصري مؤسسة عريقة جدا وليها إسهامات كتيرة جدا في الفعاليات المختلفة ومنها مهرجان العالمين الجديدة. السنة دي البريد المصري بيستهدف خدمة جمهور مهرجان العالمين واللي بتصل تقريبا ل 160 خدمة. تفاصيل أكتر خلونا نعرفها من دكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس إدارة البريد المصري. مساء الخير عليك يا أستاذ وسام. مساء الخير أستاذة بسنت وتحياتي لكل مشاهدي التلفزيون المصري. اشكرك يا فندم. يعني دكتور وسام احنا واخذين عن يعني عارفين عن البريد المصري ان هو بالفعل مؤسسه من اعرق المؤسسات المصريه. عايزه اعرف منك النهارده اسهاماتكم هتكون عامله ازاي في المهرجان السنه دي. والله في البدايه يا استاذه بسنت انا يعني سعيد جدا بالمداخله مع سيادتك في التلفزيون المصري. أشكرك. للتاكيد طبعا على تواجدنا دايما بالقرب من عملائنا وخصوصا في الحدث الهام اللي هو يعتبر اكبر حدث ترفيه في الشرق الاوسط، وده طبعا جاي من المساهمه الفعاله للبريد المصري ودوره الفعال في التواجد دايما في الفعاليات القوميه. والنسخه الثانيه من مهرجان العالمين احنا بنستكملها بنجاحنا في النسخه الاولى. الحقيقه احنا حققنا نجاح كبير جدا في النسخه الاولى اللي هي 2023، وده دايما بيرجع لحرص البريد المصري ان يرعى خطط التنميه وخطط الدوله في تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي. البريد المصري مشاركته في النسخه الثانيه من المهرجان 2023 استكمال طبعا لنجاحه في المرحله الاولانيه، وده بيكون حريص دايما على تواجده بجانب عملائه في الفعاليات والمهرجانات القوميه. دي فرصة لنا طبعا، بتكون فرصة كبيرة جدا للتعرف او للتعريف بخدماتنا واستقطاب فئات جديدة وشرايح جديدة من العملاء. الحقيقة السنة دي استعدينا برضه في النسخة دي استعدينا كويس جدا برغم نجاحنا طبعا اللي انا قلت لسيادتك عليه في النسخة الأولى. في النسخة الأولى احنا قدرنا في النسخة الأولى استاذة بسنت ان احنا نخدم اكثر من 250 ألف زائر للمهرجان. 250 ألف زائر، ده رقم كبير جدا. طبعا ودي كانت فرصة كبيرة جدا ان احنا المردود الإيجابي على خدماتنا ده جه فرصة كبيرة جدا لينا في المرحلة اللي بعد كده تعزيز خدماتنا. وكانت فرصة مستهدف كام بقى، كام ألف يا فندم السنة دي؟ يعني السنة اللي فاتت لو احنا بنتكلم على 250 ألف السنة دي كام؟ السنه دي استعدينا اكتر بفريق متميز وعناصر فعاله بتقوم بتقديم وتستهدف تقديم خدمه اكتر من 500 الف زائر، الضعف، بالاضافه طبعا الى ان الخدمات بتاعتنا خدمات متعدده اكتر من 160 خدمه بريديه وماليه، بالاضافه الى خدمات الحكومه الالكترونيه او الخدمات مصر الرقميه. وبيكون من خلال جناحنا الثابت داخل المهرجان اللي تم تصميمه طبعا بشكل يدل على العراقه والتميز والتطور اللي وصله البريد المصري في المرحله الحديثه. بالاضافه الى عدد كبير جدا من سيارات الخدمات البريديه المتنقله اللي بتجوب ارجاء المهرجان لتكون حرصنا الدائم على تواجدنا بجانب جمهورنا في الفعاليات اللي بيقوم بيها او بتقدمها في المهرجان في كل مكان داخل العالمين. ده كمان يا استاذ رسانت بيدينا لنقطه ثانيه ان تواجدنا ده مش مقتصر على المهرجان فقط. لا، احنا مستمرين منذ بدايه مدينه العالمين في تواجدنا، وكنا سباقين بالتواجد الحقيقي داخل المدينه عن طريق المنافذ بتاعتنا الثابته اللي هي مكاتب البريد، وعندنا اصرار وعزيمه على استكمال التوسع في المرحله اللي جايه لخدمه المواطنين القائمين في مدينه العالمين. لو حضرتك تقول لنا كده سريعا ايه الخدمات الجديده المتوفره بالبريد المصري؟ احنا عندنا خدمات متنوعه زي ما بقول لسيادتك، خدمات اللي هي اللوجستيه او خدمات بريديه يعني يعتبر عندنا الخدمه توصلها من الخدمات الرائده، بالاضافه طبعا الى الخدمات الماليه والخدمات الالكترونيه والخدمات وتطبيقات الحكومه الالكترونيه. وزي ما حضرتك يمكن اشرت ان تواجدكم في المهرجان السنه دي بيستهدف 500 الف شخص، فاحنا بنتكلم على ضعف الرقم والعدد السنه اللي فاتت. نشكرك دكتور وسام السيد مساعد رئيس مجلس اداره البريد المصري.